السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدريبات الدرس التاسع. يلا. ط فتحة ط، غين فتحة واو سكون غو، طغو. ط فتحة يا سكون طي، را فتحتين رن طيرا. وتنتبهوا لي كويس انه اي حرف ساكن لا يلفظ لوحده، لازم تلصقيه بحرف متحرك قبله. عشان هيك حروف المد، حروف اللين ساكنة لازم تهجيها مع مين؟ مع الحرف المتحرك اللي قبلها. هذه قاعدة عند العرب، لا تبدأ بساكن. وحتى لما تيجي تهجي اي حرف ساكن لازم تلحقيه بمتحرك بما قبله، مش اللي بعده، قبله. تمام. عين فتحة ألف سكون ع، دال كسرتين دن عاد. عين فتحة ع، لام فتحة ألف صغيرة لا على. طبعا الألف الصغيرة هي اللي بتلفظ وليست الياء اللي انت شايفاها. على شايفة ياء هنا صح؟ وهنا ألف صغيرة. بما انه في حرف الألف مكتوبة على الياء لا تلفظ الياء، تلفظ الألف، تلفظ الألف. وهذه ألف مقصورة بنسميها، فبنقول على. تمام. عين فتحة يا سكون عي، نون فتحة نون ضمتين نون عين. واضح اني بجيب نون في الاخر في التنوين، اتذكروا. عين نون كاملة واضحة. فا كسرة يا سكون في، ها كسرة هي فيه، وهذه الياء المدية لأنه الياء إذا سبقت بكسر مدية على طول الخط. فيه فيه. تمام. إن شاء الله نكون أتقننا وفهمنا. أهم حاجة تفهمي وبعدين تقلدي الصوت وتتقني. إلى اللقاء.